جمهور الشعر في بلاد المليون شاعر يترقب لحظة إعلان النتيجة النهائية في الحلقة قبل الأخيرة من برنامج أمير الشعراء في نسخته السابعة المقامة بالعاصمة الإمارات أبوظبي. تعلن لجنة التحكيم النتيجة وتضع ممثل موريتانيا الوحيد في ذيل القائمة، وهو أمر رأى اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أنه أبرم بليل. على كل حال نحن نريد أن نطمئن إلى أحكام اللجنة. نحن لا نوافق على أحكام اللجنة، ليس المرة الماضية وافقنا على أحكامها وقد أعطتنا الدرجة الرابعة، ووافقنا عليها لأننا نعلم أن مساهمة شاعرنا كانت في ذلك المستوى، أما الآن فمساهمة شاعرنا كانت جيدة ولا تستحق أن تكون الأخيرة، كانت فيه إهانة موجهة لنا، موجهة للأدب الموريتاني، موجهة للشخصية الأدبية الموريتانية، ولذلك نحن نقول للجنة إنها ظلمت في هذا الحكم الجائر طبعا في هذه المسألة. قرار اللجنة لم يرق الأدباء الذين دعوا إلى مقاطعة المسابقة الأكبر في العالم العربي حتى تتضح معايير السباق حسب تعبيرهم. لم نفهم أي معيار نقدي يمكن أن يخول شاعرنا الحصول على الدرجة الغريبة تماما، فقد أبلى بشعر عربي فصيح سليم وزنا ولغة، بالتالي لم نفهم هذا، وهكذا ترون التشنج الذي وقع في التكتلات الأدبية الموريتانية والتي قررت مقاطعة هذا البرنامج لحين اتضاح شروط مشاركة غير هذه. قناعتي أن درجة كهذه قوبل بها هذا النص أنها تحمل رسالة ضمنية واضحة وصريحة، مفادها نحن لا نريد الموريتانيين في مسابقة أمير الشعراء، وعلينا أن نسمع هذه الرسالة ونتعامل معها. هذا وقد تأهل الشاعر الموريتاني شيخنا عمر ممثل موريتانيا الوحيد للحلقة النهائية من مسابقة أمير الشعراء في نسختها السابعة المقامة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيتبارى في الحلقة النهائية من المسابقة التي ستقام في 25 من الشهر الجاري مع 5 شعراء لنيل لقب أمير الشعراء. إلى نافذتنا اليومية عين على الداخل.